عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نقول لكم كيفاش ثاني ننقوا نبات هذا. شوف الله يبارك ما شاء الله كي دايره. شوف لازم ننقوا ثاني، هذه ثاني نرشوها ها ها، ماشي نشمخوا الكتانه لا، نديروا عليها ها ها، ونبدا بالورق ها. نمسحوها هنا كي تكون باش كي تكون الغبره، كي يكون مشمخ تكون الغبره يتنحى بالخف، كنرشوه كما رشوش ما تنحش سوسو تقعد الغبره فيه هاك. شوفوا التراب اللي خرج شوي عليه هكذا. هكذا اعتناء به ها. كما هنا ينطلو ها، نطلو ونشوفو نصيبو. انا ما قلعتش هادو باش نوريكم بلي نقلعوهم باش مليح ها، وما كتسيبي وحده لاصقه ما تقلعيهاش بزاف، خليها حتى كطيح وحده كديريها كتجبد تجبديها تجيك بلا خف في يدك، قلعيها تسيبيها مزيره ما تقلعيهاش، خليها حتى تقلع وحده هكا. هذه اعتنا به دايما دايما بالصباح نطلعوا عليه من تحت كاين بكيل يطيح ها. انا نكذبش عليكم، انا نعشق نباتات، انا نبغيهم. كنت صغيره كنت نتمنى تكون عندي مشتله، والحمد لله ربي وفقني. ان شاء الله نتوما ثاني دير وحده غير في داركم بزاف، معليش في داركم كل وحده دير وحده في دارها ويكفي. باباتين نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وتعطوني تعليقاتكم بكل سرور وصدر مشروح ان شاء الله. وابي وابو ابوني سمحوا لي لككت في الهضره هكذا. دوك كي نكملوا كاع ديروا لها كاع حكا نعاود نزيروها ها، كاع ما تخافوش ها، زيروها مليح باش تعاود تطلع شويه هكا. طلعوها هكا، طلعوها ومن بعد نعاودو نرشوها بالما شاء الله هكا. علاش نرشوها؟ باسكو يجي فيه المن، المن والعنكبوت يلصق فيها، حنا كي نرشوها بالما هما ما يبغوش الما، راه كيك باش ما يجيش عنكبوت يبغي يتربى من الداخل هكا، يجي هنايا ويقعد هنايا ويعشش هكذا. حنا كي نديرو عليه الماء ونمسحوه كل نهار ما يجيش فيه كاع، ما تخافوش عليه. هذه شتا وصيف، تعيش شتا وصيف، يعني ما عندهاش وقت لا في لا في في النقيل ولا في في الاعتناء بها، يعني ما كل نهار تبغي الاعتناء بزاف، تبغي اللي يقوم بها وتبغي وتنقال. يعني هي شجره واحده حتى تعطيكم شجرات، يعني ديروا منها خمسه سته تاع ليبو، ما تخافوش كاع منها تنقلوها، ما تخافوش بلي تقولوا بتموت ولا يعني في الشتاء ولا في الصيف، كاع وقتها وقتها. هذه هي، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وابونيو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.